السلام عليكم خوتي، هذا الفيديو نداء عاجل الى السلطات المعنيه، السلطات العليا تاع البلاد، الى لامارين للبحث على خوتنا المفقودين من يوم اربعاء. خوتنا المفقودين الحراقه اللي تقلبت بهم الفلوكه يوم اربعاء، من يوم الاربعاء ما بانوش، راهم دركا راهم يوم الاحد، تسمى الاربعاء الخميس الجمعه السبت الاحد، خمس ايام الحمد لله يا ربي خرجوا بعض منها بصحة جيدة. اسمو مدوا تصريحات لامارين، اسمو ديك لامارين تخدم آلاس على بالها وين الفلوكة وين تقلبو، حاجة خلع طلبوا الرحمة والمغفرة وربي يرحم يتوفاو، ان شاء الله يكونوا من اهل الجنة ويصبر العائلات تاعها. مدابية تكتيف كتفوا في البحث على خوتنا المفقودين لامارين، ان شاء الله بالاثنين يخرجوا كامل العاشات تاعهم ويخرجوا يبحثوا على خوتنا المفقودين تاع ولايه سكيد الحراقه المفقودين. حاجه خلاف نداي خلاف، واش راح نقول خوتنا صيادي كامل في عنابه سكيده والقاله يخرجوا يبحثوا على خوتنا زاد يعاونوا لامارين، وماذا بينا لامارين تاع سكيكدا تخرج لامارين تاع القاره لامارين تاع عنابه يبحثوا على خاوتنا. حسب المعلومات حسب ما هضروا لنا تسمى قلبت الفلوكه بهم في الكاب تسمى وهنا برك، ان شاء الله يا ربي يخرجوهم منا يا حيين يا ميتين، يخرجوا برك باش والديهم الاهل تاعهم كما نقولوا يتهناو بها باين حيين ولا ميتين. اللي ماتوا كيما قلت لكم ربي يرحمهم ربي يعطيهم الصبر عائلتي، ان شاء الله يكونوا من اهل الجنه اللي خرجوا بصحه جيده ومنعوا وزالوا حيين، ربي يقدرهم ان شاء الله في المحنه تاعهم هذه. حاجه خلاف مدابيه كامل الصفحات تبارطاجي هذا الفيديو، كامل الصفحات توقف مع خاوتنا الحراقه كامل نورمالمون توقفوا مع خاوتنا الحراقه. تقدر تجي فيا اليوم، تقدر تجي في واحد خلاف، تقدر تجي في تقدر تجي من واحد مع عائلتها، تسمى نورمالمون رانا يد واحدة وعيب واش راه صار. بزاف صفحات طالعة في الانستغرام ولا فيسبوك ولا تيك توك ولا في سناب ما هضروش على خاوتنا ولا المؤثرين هادو زاد كاين اللي ما هضروش. كيما تقدر تجي فيا تقدر تجي بعد ما قريب تاعك، تسمى عيب واش هضرش على خوتك وتبقى ساكت او عيب وعار، هذه اللي غاضتني انا بزاف. حاجه خلاف نجائي خلاف يا خلاف الصفحه تاع قنوات تاع العار، هذه صفحات صحافه تاع العار، عيبه عليكم تحطوا غير التافهه وتجيبوا غير التافهين كي خوتنا حرقوا وراهم مفقودين ما هضرتش واش عليها خلاص سنا في البلاد هذه الروح ولا ترخيصه، والله عيبه عليكم صح نورمالمون درك ديروا اللي تشوفوا قال خاوتنا خمس ايام ما بانوش نورمالمون نديرو عليهم روبورتاج باش ان شاء الله تزيد لامارين والدوله تسمع بهم مليح ويخرجوا يبحثوا عليها وان شاء الله نلقاهم في اقرب وقت ان شاء الله كامل يشكاكا. واخويا نورمال غلطتي ما حطيتش عليهم ايام اللي فاتوا درك اخويا لقيتيهم طولوا خمس ايام ما بانوش، نورمال الصفحات كامل تهضر عليه المؤثرين كامل اللي عنده انستغرام، ولا بغى عندك 1000 عندك 500 عندك 20 دير اخويا حط لي فوتو تاعهم بالك يقاو. وماذا بيا لامارين تاع سكيكدا عنابه قال نداء ليكم من فضلكم بحثوا على خاوتنا، ونداء زاد للصيادين كامل تاع سكيكدا عنابه القاله بحثوا على خاوتنا ان شاء الله خرجوا ديروا اليد في اليد ديروا يوم وخرجوا ان شاء الله تلقاوهم مفقودين والله ان شاء الله فيه خير. حسبنا الله ونعم الوكيل اللي كان السبب، ربي يرحم خاوتنا اللي ماتوا ربي يصبر اهلهم والعائله تاع المفقودين، قلت لهم ربي يصبركم ان شاء الله في اقرب وقت يلقاوهم ان شاء الله خرجوهم يا حيين يا ميتين باش العائله تاعهم ان شاء الله كما نقولوا يرتاحوا نفسيا شوي والله ان شاء الله فيها خير. باش نتمنوا والله نتمنى الفيديو تبارطاجيوه الفيديو ان شاء الله باش يوصل للسلطات المعنيه ان شاء الله فيها خير. والله ما قادر نزيد نهضر بزاف قرب ما كان خوتي هادو صحابي كاني نعرفهم مليح كاني نعرف خاوتهم تما راني نحس بهم صح وشي عامي والله من الاربعاء وانا صافا راه من الاربعاء قلت اليوم لازم ندير فيديو ما بانوش كل يوم راه نشوفو كاش جديد ما كان والو
ربي يجيب الخير، ربي يفرجي على الجميع ان شاء الله. اذا خفت شو نقول لكم، المهم ان شاء الله في روحكم، ان شاء الله الفيديو هذا يبارطاجه. السلام عليكم.